السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب. بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه، قبل ما نتكلموا على موضوع اليوم، شوف يا زتي بعينك، شوف على اولاد الجزائر اللي قلت لهم ما نحتاجوهمش. انت وجماعتك سواء في البلاطوات سواء في بعض القنوات قلت ما نحتاجوهمش، وهذا من المغتربين المتكبرين وما يحبوش الجزائر. شوف المغتربين واش يرجعوا عليك، شوف. قالوا ما نحتاجوهمش، ماهمش وما عندهمش القلب وما عندهمش الوطنيه. المهم برافو على ابناء الجاليه الجزائريه في كل بقاع العالم، وبرافو خصيصا الى الجاليه الجزائريه في فرنسا، وبالاخص الى ناس ليل، الجاليه الجزائريه الموجوده في ليل. اذا خوتي ندخل ديريكت نصب الموضوع. المقابله مهمه ومهمه جدا للمنتخب الوطني ضد كولومبيا، مقابله نوع ما نعتبروها كمقابله رسميه. علاش؟ لان المقابله، الفوز بالمقابله هذه راح يطلع المنتخب الوطني في تصنيف الفيفا، وتصنيف الفيفا مهم ومهم ومهم جدا في تصفيات كاس العالم. الا بغيت تلعب مع فريق متوسط ماهوش قوي، لازمك مقابلات الوديه تربحهم، وخاصه المنتخبات اللي احسن منك في التصنيف وفي ترتيب الفيفا، باش تضمن على الاقل اريحيه في تصفيات كاس العالم، ولما لا تاهل الى كاس العالم، رغم انه الظروف صعيبه باش تاهل كاس العالم، ولازم تكون فيها معطيات ومتغيرات جديده الى بغينا نتاهلوا كاس العالم. اذا بعد التعادل مع الكونغو، المنتخب الوطني لا قدر الله في حاله التعادل او الخساره، خاصه الخساره، راح يهبط من تصنيف الفيفا، لان مقابله الكونغو على الاقل كنا نفوزوا فيها، ومقابلة الكولومبيا لو تعادلنا كان الامور تبقى عادية ونبقاو نرتفعوا في التصنيف الفيفا ولا في ترتيب الفيفا، لكن التعادل راح يخسرنا نقاط كبيرة، لذا وجب الفوز وثم الفوز وثم الفوز ضد المنتخب الكولومبي. الفوز راح يساعد المنتخب الوطني في ترتيب الفيفا، وراح يساعده ايضا في تصفيات كأس العالم. اذا تصفيات كأس العالم تتطلب معطيات ومتغيرات، كما قلتها معطيات ومتغيرات، من بينها لاعبين مستوى العالي. إذا بغيت تلعب كأس العالم لازم لك لاعبين مستوى عالي، لاعبين اللي يتمتعوا بمستوى عالي وعندهم مهارات، عندهم فنيات، عندهم مستوى عالي. إذا بغيت تروح لبعيد، إذا بغيت تلعب تصفيات وتروح ما تأهلش كأس العالم، أبقى لعب بعض اللاعبين اللي معروفين، مع فرحات وعبد اللهوي وكذا، لا كليك، هذيك الجماعه اللي معروفه. الا بغيت تلعب كاس العالم، كاس العالم تتطلب مستوى العالي، هذه هي شيء واضح، لان كل المنتخبات الافريقيه لما تلحق الكاس التصفيات كاس العالم توري لك وجهها الثاني، توري لك الفاصه الثانيه تاع وجهها، لان كاس العالم فيها اموال كبيره، وكاس العالم دائما تتعارك عليها المنتخبات الافريقيه، عكس كاس افريقيا. كأس العالم تعمل المستحيل، كل الاتحاديات الإفريقية وكل المنتخبات الإفريقية تعمل المستحيل باش تتأهل إلى كأس العالم، تجيب لاعبين، تجنس لاعبين، تجيب لاعبين، هذوما البيناسيون، ودير المستحيلات نتاعها باش تلعب كأس العالم. شوفوا المثال في نيجيريا، شوفوا المثال في السنغال، 23 لاعب محترف، 23 لاعب محترف في أوروبا، هذا اللي حوس يلعب في المستوى العالي، واللي يحب يبغى يلعب كاس العالم. اما اللي باغي ما يلعبش كاس العالم يجيب فرحات، ويجيب عبد اللهوي، ويجيب جماعه وشتي، وهذا العب العبوا في تصفيات كاس افريقيا، والعبوا كاس افريقيا وما تلعبوش كاس العالم. اذا باش نرجع لموضوعنا، مقابله مهمه 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 للغايه، الفوز بالمقابله راح يعاوننا في تصفيات كاس العالم بشكل كبير جدا، الخسارة لا قدر الله أو التعادل راح يضر بالمنتخب الوطني. كان قادر يكون تعادل مفيد لولا فزنا في مقابلة الكونغو، لكن تعادل مع الكونغو في تشاكر راح يخسرنا نقاط كبيرة في ترتيب الفيفا. إذا نعاود نذكر مقابلة مهمة، رغم أنه كولومبيا رايحين يغيبولها مع النجوم نتاعها، هذا ما يعكسش أن رانا نلعبوا مع فريق ضعيف
ولا منتخب الجزائر يلعب مع فريق ضعيف، لا تبقى كولومبيا هي كولومبيا، على الرغم انه لما يغيب عندك خمس رودريغيز وفالكاو وثالثهم اللي كان يكون يعاون على الاقل المنتخب الكولومبي هو زاباتا، دوفانز دينوفان زاباتا، لاعب مهاجم اتلانتا الايطالي واللاعب الرائع في والمهاجم القناص في المنتخب الكولومبي، الكولومبي غايب، هذا راح ياثر على المنتخب الكولومبي. لكن عاود ونقول مقابله مهمه، لازمنا الفوز وثم الفوز وثم الفوز باش نقدروا نلعبوا كاس تصفيه كاس العالم باريحيه. في الاخير خلوتي ملاقاتنا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.